الى فيل فودن. فودن 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 عايز ياخد ركنيه. يا ولد ياخد اللي هو عايزه. فيل فودن فيل فودن واحد بالمواهب الحقيقه. وادي امامنا كيفن دي بروينا. دي بروينا يا ولد على المباراه وعلى يعني كيفن دي بروينا. ادي الهجمات الخطيره. ادي امامنا الاعاده. ادي الاعاده. بص لمسه اليد ولمسه اليد يعني عدت منه والى الشباكه على طلته الحقيقه مستمر. انزار فيلبو. وادي امامنا رودري. انطلاقه وتدخل هنا من جانب الحارس مليه. انطلاقه وتدخل من جانب مليه. نوريتش وما بين فريق استون فيلا. كيفن دي بروينا والانطلاقه. كيفن دي بروينا والانطلاقه. يا سلام على التمريره. فيل فودن ينزل يستلم. رودري يبرر. ينطلق القادم من الخلف. كيفن دي بروينا سجل في بيرلي وسجل في مرمى ليفربول. يسجل ثالث اهدافه هنا في هذه الكره يمكن لما وولز بقى 10 لاعبين بدا اكبر فوز في تاريخ من نيوكاسل ومن نادي نوريتش عن التهديف لمده شهرين. يعني هو سجل في بيرلي وسجل في مرمى ليفربول هذا المسك. كرة يونايتد ولعب ايفرتون. استلام على طول امامنا. في الفودن في الفودن يطبع ويسجل. يطبع ويسجل. ممكن كان يمر الى الجانب الشمال. كان فتاة دفاعية مش باينة ومش واضحة من الفودن. استلام استلام ولكن مع لوك ايلينز. شوف بقى كم مرة انه سوسيداد عنده ثلاث اهداف الموسم الماضي. خطيرة فيرفو لاول مرة نرى ليدز. الكرة اللي بالعرض وكرة جاك هارسون لسه خطورة والمراوغة يعملها حلوة. لكن شوف امامنا ثلاثة لا شيء في الفوت 13 ثم كرة دي بروينا اللي بيسدد. يا دي بروينا حط جول حلو قوي. سوى كذلك غياب النجم الكبير امامنا هو رياض محرز في غياب من الدفاع في غفلة مستمرة. ياتي رياض امامنا هنا بهذه التسديدة الزاحفة. يا ولد شوف بقى شوف التفوق والسيطرة هنا ويسجل رياض في هذا ايضا بقدم يسرى. كانت رياض صنع هدف ثم دي بروينا بكرة كانت من رودري وضعها ايضا في الرهيب اللي في المقدمة اللي بيجي ملعوبة بينية. يا ولد يا على الجمال يا على الجمال يا على الجمال يا على الاستعراض وعلى الاداء. يا ولد يا رياض عاملها حلو. يعني على الارض تبقى صعبة. اوه رياض امامنا لكن يطلع مليه. الشوط الاول كان فيه 14 محاولة. ادي روبرتس لسه بنحكي عليه. وادي تسديدة. يا ولد على التسديدة هنا من الايرلندي الشمالي ستيوارت دالاس ثمان اهداف الموسم الماضي. لكن في وصول مرور من جاك هاريسون. كرة هاريسون شوف الاداء. طبعا خلاص بيهاجموا بيحاولوا. استهام شوف الايام القادمه راينا امامنا. مرة الكوره رياض ممكن يسجل. يا ولد على التمرير. يا ولد على التعاون والتفاني والانسجام. لكن يبدو ان هناك رايه رفع. ادي امامنا هنا ملغي. كيفن دي بروينا اوه على المدفع. كيفن دي بروينا لما بيكون فايق ملوش زي. سجل في بيرلي وسجل في ليفربول والنهارده بيسجل في هذه المباراه. يسجل ثنائيه على بورتو ترجع الى جون ستون. يا ولد ستة لا شيء. نصف دستة اهداف امامنا الدولي الانجليزي جون ستونز. كان جاب اربع اهداف في الموسم الماضي في مرمى كريستال هدفين وفي فولم وفي نادي ويست هام. لكن بيسجل اول اهدافه هذا الموسم. عبوا النهارده دي فوز جديد وهو السابع. كان ايه بنحكي عن الفوز السابع على التوالي والهدف السابع ياتي هنا من الهولندي البديل اكل اللي بيسجل في الدقيقه 78 بضربه راس تضاف الى